فضول الكلام وكاين عندنا فضول النوم كثرة النعاس أمة ناعسة يا عباد الله من نهار عقلنا وحنا ناعسين وما بغيناش نشبعوا أتكلموا عن نفسي راه غريبة صاحبي غريب وعجيب كيفاش أن الإنسان تتقول ليه اليوم الباترون رئيسك في العمل راه تيقول لك إلا جيتي نهار الحد تخدم والأصل أن الحد كيكون عندك إجازة أسبوعية إلا خدمتي نهار الحد شحال كيحسب لك الباترون إما كيحسب لك 100% زيادة إلا كنت بلاصة أخرى يقدر يحسب لك 50% على حسب قانون الشغل والقانون الداخلي ديال المؤسسة اللي أنت فيها نادم تيجي وتيخدم تيقول لي أما تبغي تخدم نهار الإجازة وتعوضه بنهار آخر من اختيارك أو لا تخدم نهار الإجازة وما تعوضوش نهار آخر ونزيدك في الخلصة كيقول لك نخدم نهار الإجازة وديك الساعة كيعزل شنو بغى وشنو ما بغاش أجور مادية بحتة وسيد ربي في كل ليلة ينادينا في أشرف الأوقات وهو الغني عنا ولا يحتاجنا الباترون ديالك في الخدمة راه يحتاج إليك علاش قال لك أزيد جد الخدمة سيد ربي لا يحتاج بل نحن أحوج يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وفوق منها إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز سبحانه جل جلاله يعني ومع ذلك النداء الرباني في كل ليلة قبل من الفجر هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من ولا يلبي النداء إلا من رحم ربك وقليل ما هم فضول النوم تتنعس من 12 ديال الليل تال 4 الصباح وتنوض تصلي الفجر تعاود عاوتاني ترجع تنعس معاش غتفيق فلان ما يبرزتني حتى واحد اليوم راه ما خدامش تالين تال 12 واه من 12 حتى 4 السوايع عاود رجعتي عاوتاني تكيتي نعستي مع 5:30 ديال الصباح وضربتي 10 السوايع انت رب نو شدات شنو انت كنخمروا فيك ولا شنو وملي كيفيق كتقول اش غدير كيقول كنتكى شويه الناس اللي كيقولوا فضول النوم راه كيزيدوا غير شويه حنا راه ما فنا فضول النوم صار النوم عندنا اصلا والنوم قس عليه اما النوم البدني ولا حتى النوم العقلي وتحاك لنا المصائب ونغط في النوم ولا حول ولا قوه الا بالله.